جو روماني هنا، أنا لازم أوصل له. العودة 17. أوكي. يعطيك العافية أستاذ. الله يعافيك. خير روما؟ أستاذ في شي حسيت إنه لازم تعرفه. شو هو؟ اليوم الصبح أجت إما لماي لهون على المكتب. إيه. ما بعرف بس حسيت إنه في شي خطير بكلامه. حذرتني من نزلة الأستاذ تيم والآنسة معي على البلد. كأنه فادي أخوه لماي عامل مذكرة بحث عن الأستاذ تيم. ليش ما خبرتيني من الصبح؟ والله ما بعرف كيف نسيت. طيب يعطيك العافية، روحي على شغلك. لو سمحت أنا بدي أعمل تشيك أوت، ممكن تبعت حدا ياخذ اللاجج؟ ميرسي. ألو؟ ألو مرحبا. أهلين. مو تليفون تيم؟ بلا بس أنا مايا. وينو تيم؟ نزل عالشام. ليش أنتو مو متوعدين اليوم؟ قدي صالوا نازي؟ ليش خير شو فيه؟ أخوكي حاطط اسمه على الحدود. شو؟ ما معه موبايل تاني؟ لا ما معه هذا موبايل وتركه معي. طيب قدي صالوا طالع؟ ما بعرف من شوي يعني بس شو هلأ كيف؟ أنا ما عندي ولا طريقة أتصل فيه. شلون بدنا نخبره؟ لازم نوصله بأي طريقة. ما هي أنت بتعرفي وضع البلد هلأ، وإذا تيم بيمسك على الحدود ما رح نعرف نوصله، خاصة إذا اللي رافع في بلد. لا ذاكر في شي سياسي، عم تفهمي علي؟ ماشي سامي خلص سكر، خليني أشوف شو بدي أتصرف. وردي لي خبر شو بصير معك، حاولي توصلي له بأي طريقة، ماشي؟ أوكي ماشي سامي بخبرك باي. تفضل. جديد المصنع. تفضل. بس الله يخليك ممكن اسرع شوي. طيران وحياتك.